يعني بحال هيك كنحيد داك البريو شوها بي كتمسح شوف بحال اللي كتضبب وهنايا شوها باقي بريو يعني دير الكوش وخليته يبس يعني يجبد واحد 5 مينوت هكذا وعاود درهم هذه تقدر هذه تضرب كوش واحد وهذيك ديال 45 درهم هذه تضرب بها دو كوش كتخدم والعرق كيسيل معاك وبي كتكمل الخدمه وكتقول بنادم خلصاني كمل فيك وشنو كيقول لك ها واش ما تقتش فيا ولا لا كريك كتلقى هنايا ثلاثه ديال النجمات هي البروميير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم خوتي خواتاتي في قناه ديانه الاخشاب. ان شاء الله الاخوان شوف هذه الحلقه كما كتشوفوا هادو السدادر يعني راهم قدام ودايرين لهم فيرني سانتيتيك، يعني كانوا ديجا فيرني ناتورال راهم باينين وزادوا لهم واحد الفيرني كولور لي فيرني تانتي وحاليا بقاو يردوهم صباغه بيضاء. يعني انا الطريقه كيفاش غادي نتعامل معاهم والمواد، وفي نفس الوقت غادي نحاول نشرح لكم الانواع ديال الصباغه اللي لان شوف باش غادي تختار الصباغه اللي تناسبك للخدمه يخصك تكون عندك معلومات على الصباغات. انا ما غاديش نطول عليكم بزاف، نعطيكم واحد المقتطف صغير اللي تقدر تختار الصباغه ديالك وتفرق ما بين الصباغه اللي راك خدام بين اللي تعرف الصباغه اللي راك خدام فيها غادي تعرف النتيجه اللي تحصل عليها، لان الا ما كنتش عارف داك المنتوج اللي تخدم به ما غاديش تعرف حتى النتيجه وما غاديش تعرف تحدد الثمن باش يتخدم. حاليا نعطيكم مثال، انايا غادي نخدم هذه هي اللي كنت نقول لكم، هذه اطلس برو فليكس. دائما انا بي كنصحكم شي صباغه بالسانتيتيك اللي بغى يعاود بالشيتا ولا بالرولو يخدم بالسانتيتيك، يعني شي صباغه زيتيه هذه، وكننصحكم بالصباغه برو يعني شي حاجه برو اللي هي دوزيام اكريليك اللي كنخدموها حنا في البيستولي. مثلا شوف ما تديوش على الشركات، انا هذا هو المنتوج اللي متوفر عندي حاليا. بحال مثلا هذه اورباي اكريليك بي كتسمع اكريليك، نحاول نبين لكم هنا شوف كتقرا هنايا اكريليك هاد البلاصه شوف شنو غتبان لكم، يعني اكريليك وشنو هي هذه اكريليك يعني بروميان ديال سانتيتيك، هذه كتكنا سانتيتيك. حنا عندنا هنا في المغرب واش يفرقوا لك ما بين البروميان والدوزيام وشنو كيديروا لك في الاطلس، نهضر لكم حتى الاطلس عندها لاكريليك. لاكريليك كتلقى هنايا ثلاثه ديال النجمات، ثلاثه ديال النجمات هي البروميان هي لاكريليك بحال هذه الشركه هذه. لاكريليك كتختلف في الطريقه ديال الخلط ديالها اللي هي كتدي الكاتاليزور، يعني حنا نقولوا له باللغه العربيه المصلب، يعني ضروري خصك ديليو الى التخفيف فقط، يعني ما غاديش ديروا شي حاجه اخرى. ديليو حنا كنستعملوه الى التخفيف، ماشي يعني انك تستعملوه باش انك تيبس به، لا ديليو كتستعملوه الى التخفيف. نهضر لكم على لاكريليك دروك البروميان، صافي مشينا لاكريليك البروميان هي هذه لاكريليك البروميان، عرفناها بانها كتدي المصلب ديالها، ولا بغيت تخفف حاجاتك ثقيله في البيستولي هذه ما تخدمهاش بالشيتا، تقدر تخدمها بالشيتا ولكن هذه اوريجينال البيستولي، يعني على حسب الثمن ديالها انت واش غادي تشريها بثمن ولا تمشي تخدمها بالشيتا ولا بالرولو ما يمكنش، لان ضروري الا كنت غادي تشري هذه خصك تخدمها بالبيستولي، يعني هذه للتخفيف بالديليو وعندها المصلب ديالها. حنايا في هذه الخدمه ديالنا اللي عندنا هنايا هذه انا عارفها سانتيتيك وعارف الا خدمنا فوق منها الديليو كذا غادي تطلع، ولكن على حسب الثمن هادو بغاو يبينوهم زينين وجداد وكذا بالتكلفه تكون رخيصه، فهمتوا يا اخوان؟ هذه ارخص حاجه تقدر ديرها ولكن كتمشي لواحد الحاجه مزيانه ورخيصه كما نقولوا سمينه ورخيصه. كما قلنا هذه جوج نجمات يعني دوزيام، وإلا تلاقيت فيها نجمه وحده هما هذوك اللي كيتباعوا، كنقول لكم اطلس اوتو مثلا كولوستار هذوك نتا 40 درهم 45 درهم حتى 50 درهم، هذوك كلهم هذوك يرديشي ديال هذه، هادو كيرديشي ديال هادي، فهمتوا الاخوان؟ يعني هادي البروميان، يعني حتى الكاليتي اللي فيها الجوده وصافيه، وحتى في الخدمه دغيا كتعطيك البيوضيه، اما هادوك الدوزيام وكذا هادوك التروازيام ما كيكوفريوكش كاع، ما كيعطيوكش شي كوفراج مزيان ولا شي حاجه، فهمتوا؟ يعني انا علاش كنصح بنادم خدم شوف غادي تشري هادي ب 75 درهم والاخرى تشريها ب 45 درهم، غادي تقدر هادي تضرب كوش واحد وهذيك ديال 45 درهم هذه تضرب بها دو كوش، وهذه في كوش واحد تعطيك الجوده ديال هذه، يعني انت اصلا همهم تابعاتك هذه، يعني هذيك كيديروها هذوك الجغداده هذوك من بعض الصين وهذوك اللي كيسميتو كيبغي يديباني باش ما كان ويسر، هو اصلا ما غاديش يسر ذاك المشكل ديالو، يعني شوف فيك شري شي حاجه تكون دوزيام سانت يعني دوزيام اكريليك نتاع المغرب، اغلبيه كيكونوا فيهم جوج نجمات باش غادي تعرفها، والثمن ديالهم فوق 75 درهم حتى ل 100 درهم، مثلا بروفليكس هذه ما تكون شريتها نتاع بروديك شريناها ب 100 درهم هنا في مدينه بركان،
وهذه درك راني شاريها ب 75 درهم. حالي الاخوان الطريقه ديال الخلط باش ما نطولش عليكم، الطريقه ديال الخلط هذه الا كتلاحظوا هنايا ما دايرين لكش الويت سبيريت، دايرين لك ديليو انيفيرسال اللي كنت كنقول لكم عليهم. خصك ديليو اوريجينال هو هذا، خصك ديليو ديال القوط، فهمت الاخوان؟ واصلا هاد الديليو باش كيديروا في القوطين راه عارفينه بلا مجهد، ما يقدروش يديروه في البلاستيك، هادي باش تكونوا على بالكم. الديليو بي كيكون في القوطي كيكون مجهد بي كيكون في القصدير، هادي باش ديروها في بالكم. ها انتم درك هنايا باش هادي باش تحصل على واحد الرابيد والصباغه تحلك، خصك ديليو انيفيرسال. هنا الديليو ما غاديش يقدر يفريزي لي هادو، لانه هو شكون اللي كيفريزي؟ هو الديليو، ولكن في هذه الحاله ما غاديش يفريزي لي. علاش؟ لان انا غادي ندير واحد الكميه خفيفه بين اللي تدمج مع الصباغه، ما غاديش تاثر لي على الصباغه هذه، على هذا الفيرني هذا، لان انا اصلا هذا هو سانتيتي. هنايا راكم تكونوا فاهمين يعني. يعني درك نقدر نخلط انا بالويت سبيريت، نقدر نخلطها بالديليو، لان علاش؟ عندك الصباغه سانتيتيك بروميان. الا مشينا نديوها لاكريليك كتكنا دوزيام اكريليك. هنايا باش تكونوا تعرفوا تفرقوا ما بين الصباغه والصباغه. بحال مثلا هذه الا صبغتها على برا وكذا راه كتكون صحيحه. بحال مثلا هذوك الواطا العيانين وكذا كيصبغوا لي بهادو. فهمتوا كيفاش؟ الاخوان درك انايا اول مرحله غادي نديرها، اول حاجه غادي نديرها. انا غادي ناخذ الكافا ال 220، علاش؟ لان باش الا كان شي برديزه ديال الفيرني ولا شي حاجه ماشي هي هذيك ولا شي عقبه ولا كذا كيحيدها لي 220، وفي نفس الوقت كيحيد لي هذا البريو اللي راه كاين هنايا، ولا كان شي فيرني قديم ميت غادي يتحيد. ثاني حاجه غادي نرطب بال 400، غادي نرطب بال 400 علاش؟ باش تعطيني واحد الملمس رطب باش بين نضرب الصباغه، ولكن حذاري بالحكام، حذاري انك تدخل على الخشب، خصو يبقى الفيرني باين. الا دخلت على الخشب بحال راك عاودت من دابا وجديد. درك انايا غادي نستغل هذا الفيرني باش نصبغ فوق منه، غادي نحك باش غادي تولي هذا الفيرني والصباغه اللي فوق منه يوليو طبقه وحده. فهمتوا يا اخوان؟ يعني الا جيت تقشرها غيتقشر حتى الفيرني، وهو الا ولاو طبقه وحده غيكونوا صح. اخوان تكونوا فاهمين. درك انا غادي نرطبهم وندير لهم واحد الحكه مزيانه وكذا، نفينيهم نفضهم مزيان، غادي نخلط ندير واحد الكميه نتاع 5% ديال الديليو ونسيب البيستولي. الا تلاقيته كيخرج مزيان صافي غادي نكتفي. شفتوا انه كيخرج لي يعني محبب وكذا يعني معبز، ديك الصباغه معبزه، غادي نزيد فيه شويه ديال الديليو وغادي نسبخهم، وغادي نخليكم تفرجوا فيا وانا كنسبخهم وتشوفوا النتيجه وانا معكم. اخوان ما تنساوش انكم تدعموني باش يطلع المحتوى، دير جام ما تخسر والو، وتساعدنا باش حنايا نزيدوا معكم قدام. اخوان السلام عليكم. ها انتم الاخوان غادي نصور لكم تشوفوه قبل ما ندير له الصنفاره. ها انتم كي راه داير هذا فيرني. ثم الاخوان شوف ها انتم كي كنصنفرهم غادي نبدي نصنفرهم كاملين، يعني غادي نحصل بحال هكذا، يعني بحال هي كنحيد داك البريو. شو هابي كتمسح، شوف بحال اللي كتضبب، وهنايا شو باقي بريو، يعني غادي نردهم كاملين بحال هكذا وغادي نفوت لهم الصباغه. يلاه تبعوا معايا. ها انتم الاخوان انا درت لهم واحد الصنفره خفيفه، لان على حساب الثمن وعلى حساب باش راه كتفاهم مع بنادم. فهمت الاخوان؟ ها هما كنت قلبتهم هكذا نعسهم، لان شوف حمات هذوك الجهات التحتانيين ما يبانوليش، ضروري خصني نقلبو ينعس بحال كيما نقولو يكون جالس، نضرب اللول الصباغه عاد باش نقلبو هكذا باش نكمل الصباغه. يلا انا راني نشارك معكم وانتم شاركوا معنا داك الجام ديالكم.
شوف العرق شوف كتخدم والعرق كيسير معاك وبي كتكمل الخدمه وكتقول لبنادم خلصاني كملت لك وشنو كيقول لي ها واش ما تقتش فيا ولا اصاحبي يجيبهم غادي نخلص ايوا بين تديهم له يقرا عليك القصيده هذيك القصيده الهنديه القديمه نتاع 98 يقول لك اودي انا راه خصني نشوفهم ونريح عليهم ويجيو الضياف ويقولوا لي بشحال باش خدمت ونقول لهم راه بشحال حسب لي واش غلى عليا ولا ما غلاش عليا بحال اللي منتهم ما عرفوش غادي يديهم مع ما يديهم مع الجنه غادي يبقاو فوق الارض اربع شهور والله حنا راه السيد دارها لي في الناظور ديت له الصالون ديت له ثالث ما طلعت له صالون واعر ابي نفرشتو ولا قال لي هاد الهضره قال لي انا خصني نجلس ونجلس يومين ونشوف الا بانوا يدي فواتي هي كان قالها لي في الاول ما غاديش نكمل على الموضوع
ها انتم تشوفوا الاخوان الشكل النهائي واش غادي نقول لكم مرايا راه دو كوش الاخوان راني درت واحد الكوش وخليته يبس يعني يجبد واحد 5 مينوت هكذا وعاودت له واحد الكوش باش يقبض راسو التخليطه كما قلت لكم ديري 5% ديال الديليو ها انتم القابض ها انتم راكو تعرفوا هذه الخدمه تاع 100 درهم حمتها هذه قامت لها الصباغه شي 15000 150 درهم والخدمه 150 درهم يعني بحال 300 درهم ها انتم هادو اي جيراننا راني فوتهم لهم وما انا درك راني عامر بالخدمه كاين شي وحدين كيبغيو يقولوا لي تفوتنا شي خدمه ما كان كل مره وكيفاش ها انتم المهم الزاج وراني قلت لكم شو ضربه اقتصاديه ماشي شي فينيسيو بقيت نعمق وكذا راه شويه الطريقه ديال الخلط وتختار النوعيه ديال الصباغ اللي غادي تخدم لك راك تطلعوا شادي نقول لك اطلع شي حاجه هاو بحال مثلا هنا انا ما تبعتش ماسك لي على حساب التامن درك هما قال لك انا رانا على قد الحال وكذا وبغينا نتسكسفوا على الدعوه وصافي ها انتم مال القبضه كلشي المهم ناضي راكم تعرفوا مره عاوتاني بنادم يعشر ايوا حتى حنا مره كنعشروا مع خوتنا حتى حنا مره كيدوروا معانا عاوتاني حنا عاوتاني كنعشروا كندوروا مع الناس عاوتاني بالخدمه ايوا شي يدور مع شي الدنيا هي هذه خصو واحد يتعاون مع واحد انتوا الاخوان ولكن خطنا بهذوك اللي كنتعاونوا معاهم ويعاودوا البيع بحال هذوك النجار اللي كيديروا لنا ديك الخدمه يجي عندك يقبض على بنادم بالثمن ايوا يمشي عند مول الدار يقول له راني صبغتهم قدار احسب لي قداه وراه ما حسب له ما والو وراه بين مشى عنده بدا حاشاكم بقيت محزق عليه تما ها انتم الاخوان ها انتم العالم المهم واش غادي نقول لكم نتمنى ديروا لي داك الجام يتحرك معكم شويه النشاط ها انتم الاخوان المهم الاخوان طلعه طلعك اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يلا عقلوا كما قلت لكم لبرو ديو شي سانتيتيك تكون بروميان وخدم بغيت تخدم بالشيتا ولا بالرولو ولا بالبيستول هو البيستول كاتك الفينيسيو اخوان السلام عليكم.